سلام المسيح للكل. تعالوا لأخبركم شو اللي صاير. ببساطة كلكم عرفتوا انه صفحاتي على الفيسبوك راحت، على تيك توك راحت، فخليني اشرح لكم اللي عم بصير بالتفصيل. اول شي لازم تعرفوا انه ما بنكر انه هاليومين ثلاثة اللي مرقوا كانوا قاسيين. يعني لأول مرة بقول انه تعبت. خليني أخبركم شو اللي صار. لما بلشت عام 2017 تبشير باسم الرب يسوع المسيح، كان في صفحة وصلت تقريبا ل 350 ألف متابع، فبلغوا عنا أعداء المسيح وانشالت. لما انشالت حزنت، حزنت لأنه ربنا قال لي إنه مجيئه قريب. طب أنا كيف بدي لحق بشر؟ يعني اللي كلفني عام 2017 ما قال لي وقفي. فوقت اللي شالوا الصفحة مثل كل الناس أوقات بنزعل كتير على كتير أمور، على ناس بنعرفها، على متابعين بنعرفهم، على تعبنا أوقات إنه الفيديوهات كلها راحت. يعني حتى كلمة الرب اللي حبيت وصلها للناس كله راح. ضليت حوالي السنة ما فتحت صفحة، ضليت اطلع من بروفايلي على الفيسبوك، وانا ماني شاطرة بالتكنولوجيا وباقي وسائل التواصل ما، يعني في ادمنز من الاخوة من كنيسة الرب بيشرفوا عليهم بس انا ما كتير بفهم فيهم. المهم اقترحوا علي الاخوة بكنيسة الرب، هون بهالفترة اسست كنيسة الرب وشكرت ربنا انه راحت الصفحة، لانه كان عندي وقت اني تلمز وعمد واسس كنيسة وتضم اخوة ونبلش خدمة للرب. فبعد حوالي السنة اقترحوا الاخوة بكنيسة الرب انه خلينا نفتح صفحة تانية وبترجع. وفعلا بظرف سنة تقريبا بدل 350 الف رجعوا، يعني 370 ألف 400 ألف تقريبا الصفحة هلأ لما شالوها. فكمان استمريت هالسنة، يعني ما بتتخيلوا التشويش. يعني وأنا عم بعمل لايفات تشويش، على الصوت يتقطع تشويش، على الصورة شيء، يعني إذا بدي أحكي قبل كان كله ممكن يقول إنه خلص بقى بدك تعملين حالك هلا محور الكرة الأرضية وإنه مؤامرة عليك وكله ضدك، بس أمام المسيح وفي الأخوة بكنيسة الرب شاهدين على كلامي ما خلوا طريقة. في مسؤولين على الفيسبوك بالعربي، هو مقر المسؤولين بالسعودية، فهدول ما تركوا شي وش يصير يشعل نار مثلا. هي ما إلها علاقة باللايف، يعني هي مثل افكت مدخلي، صوتي يتغير يتحدد، مثلا عدد المشاهدات مثلا 400 ألف الفيديو بده يوصل بس ل 2000 شخص من أصل 400 ألف. كل ما حدا بده يفوت على الصفحة يعطيه الفيسبوك إنه هاي الصفحة فيها أمور بتخالف ففكر قبل ما تفوت، يطلع رسائل للناس بهالطريقة. وصولا لكل شيء عملوا كل شيء، يعني تشويش صوت، تشويش صورة، قطع لايفات، وأنا عم بحكي هيك بنقطع هلا بختفي مثلا، خلص إنه هيك قرروا، حذف فجأة بيختفي بحذف. حتى لما شالوا الصفحة، يعني المفروض يكون مثلا في إنذارات تجي للصفحة إنه أنت هالبوست بخالف هالبوست، كراهية هالبوست كذا، وصورة إنه ما عم ترد شالوا. لا أنا معي، لا كان مثلا يتم تبليغ على البوست يشيلوا اعترض يرجعوا يرجعونا نحن بنعتذر فعلا ما بيخالف، وبعدين شالوها. طبعا مو بس على فيسبوك لتكونوا بالصورة، بتروحوا اليوم ويكيبيديا، انا بتحدى امهر حدا بيشتغل على الويكيبيديا انه يقدر يعمل لي صفحة ويكيبيديا، ولا ممكن. حاولوا كتار، مجرد تكتب ماجي خزام
بيطلع لك اسلام ومحمد وفاطمه وخديجه، هدول هن مسؤولين مستلمين ويكيبيديا للاسف، ومباشره بيمحوه، ممنوع الاسم. اسمي يعني عندهم، بنشكر ربنا طبعا، بس الواضح انه مشابه لاسماء رسل وتلاميذ الرب، بيكرهوه مثل ما بيكرهوا بولس الرسول وبطرس الرسول تماما، ونشكر ربنا يعني. فشالوا الصفحة هالأسبوع من كم يوم، طبعا ايمت شالوها؟ بالكريسماس يعني، انا محضرة بدنا نوزع على الناس، كنا كل اسبوع من وعدناهم نوزع ملايين على الناس ناطرين بالكريسماس، ناس محتاجين، في الاطفال بدنا نعمل لهم حملة الجواكيت، طبعا كله مستمر غصبا عنهم، كله بيستمر، ما بوقف شيء وعدت فيه ابدا اذا بموت. بس يعني روحوا إيصال الرسالة لعدد أكبر من الناس. خلنا نقول ما وقفت القصة هون، نداروا على البروفايل، تقيد بروفايلي الشخصي، أنا هلأ طالعة من بروفايل لأحد الأخوة الموجودة، موجودة معنا بالكنيسة، راحوا على التيك توك. شوف شوف أنت الحقد اللي بشكل لهم ياه اسم ماجي، ما هن ما عم يناموا. راحوا على التيك توك، انحذف التيك توك أول شي، طار كله على شي 90,000، طار كله، اعترضوا المسؤولين عنه، قام رجعوا بس شالوا منه أكثر من 200 فيديو، كل الفيديوهات حذفوها، ولا واحد تركه، ولا عيد ميلاد ولا شي. وتيك توك طبعا منصة يعني أنا بقرا فوت عليها، لما كانوا يقولوا لي إنه فوتي الإسلام مستلمين تيك توك وعم يضللوا على كيفهم وما في صوت مسيحي مثل الناس، قل لهم أنا بقرا، فهي المنصة مقرفة يعني، أنا عم بتضايق فوت انستغرام وتيك توك بتلاقي مثلا ما في، يعني هني عم يبرمجوا مخ البني آدم إنك أنت المفروض تغيب عن هذا العالم، تصير إنسان غير منتج وما قادر تسمع حدا، فيديوهات رقص، نسوان عم ترقص، طبخ، أولاد، كلاب، مسلم عم يقدم قرآن، بترجع بعدها كمان نفس الشيء، نسوان عم ترقص، حجابات، رجال مسلم عم يستعرض لنا مرته، بيرجع بعدها قرآن، بيرجع طبخ، رقص، ممل، مقرف، مقرف. لو شو بدي فوت أعمل أنا؟ مين بده يسمع أصلاً كلمة الرب؟ يعني الواضح انه اخذين البشرية لتخدير، يحولوها لروبوتات يعني. المهم قلنا له نفتحه، هلا طبعا تيك توك حذفوا الفيديوهات كلها. عنا موقع او اف ام سي وورلد، بتعرفوه كلكم، اللي رفعت عليه الكتاب المقدس وفيه المملكة وادعمني، وموقع نشكر ربنا، انا ما توقعت انه يتم لانه موقع ضخم جدا يعني، عجزوا كل الشركات اللي تعاملنا معهم انهم يصمموا قد ما هو صعب اللي بمخي انه يتطبق، وتطبق طبعا. مجد لربنا، اسمه اف ام سي وورلد، بدي اطلب من الاخوة بكنيسة الرب يساعدوني يحطوا. طبعا كل شيء عملكم اياه هذا الفيديو هلا رح يتمنتج، ورح اطلب من الاخوه المسؤولين عن المونتاج بكنيسه الرب انه يحطوا الاثباتات لكل شيء عم اقوله، رح تشوفوه بصوت وبصوره وفيديوهات وكل شيء. هجموا هالاسبوع على الموقع، عندي 82,000 محاوله تهكير وانا نايمه خلال يمكن ساعتين. 82,000 طبعا فشلوا اكثر شيء، لانه نحن عاملين حمايه، ما رح اذكر تفاصيل مشان ما يقدروا بغير مرات. لانه عايشين مع شياطين، نحن مو بشر، هدول شياطين، ما في شيء بيطفي هالنار الحقد غير يعرفوا اني متت، وحتى بعد موتي رح يضلوا لاولاد اولادهم بهذا الحقد، هن هيك مبرمجين. ليه؟ لانه لازم يكذبوا على كيفهم ويقولوا انه الالاف يدخلون الاسلام على ايد مدري مين بقطر، هو كله كذب، كله كذب. تابعتهم واحد واحد وعيله عيله وفرد فرد وجماعات، كلها فيديوهات كذب. لازم يقولوا انه النجمه الشهيره اعتنقت الاسلام الفرنسيه وتطلع مغربيه من اب مسلم، ولا عارضه ازياء ولا نجمه ولا بطيخه، مجرد ممثله افلام اباحيه رخيصه، هذا النماذج اللي ممكن تعتنق الاسلام. فما عجبهم كلامي، لازم يضلوا يكذبوا، ما في مين يكشفهم، فعملوا هذا الاجرام اللي شايفينه. انا لو حدا منهم طايلني قتلني طبعا برياحه.
كمان فاتوا ما خلصوا، فاتوا على نحن عاملين صفحة على الفيسبوك وعلى اليوتيوب للكتاب المقدس، يعني أنا الغير مستحقة سجلت الكتاب المقدس بصوتي، قلت بساعد الكبارية بالعمر اللي ما بيسمعوا. فالتسجيل بالصوت بضل أوقات القراءة الناس ما ممكن صوتي يعني يفهم وأنا عم أقول الكلمة إذا كلمة صعب تشكيلها على حدا. فأول ما نشرنا الإنجيل كامل بلغوا عنه كارهي الكتاب المقدس وقدموا شياطين. شوفوا شو عملوا، مثلا بلغوا على حماية ملكية. حماية ملكية مين؟ إذا صوتي أنا، إذا صوتي أنا يعني يا أتباع الكذاب، حماية ملكية مين؟ تملك شو لتشتكي أصلا؟ وطبعا لأنه هالمنصات كلها تحت سيطرة اللي بيقول عنه الكتاب إله هذا الدهر اللي أعمى أبصارهم، وهدول المنصات كلها موجودة مو لننشر فيها اسم المسيح، هدول موجودين لينشروا فيها الأثيم بس يستعلن، ولينشروا فيها الدين المفضل عندهم اللي هو الإسلام، أما المسيحي ممنوع. حذفوا يمكن 5 6 حلقات، بس حذف 5 6 حلقات من الكتاب بيعمل قطع للسلسلة. يعني عنا أسفار للكتاب، لما الأسفار مثلا السفر فيه 27 إصحاح، لما هن شالوا الإصحاح رقم 16 صار عندي قطع وما عاد قدر ننزله بغير محل، ما نحن عم ننزله للناس تسمع إصحاح ورا إصحاح وتحفظ الكتاب. حذفناهم كلهم، وأنا يعني أمام الرب أنا ما بعلم شيء وبعمل شيء تاني، يعني لما بقول حياتي كلها للمسيح يعني للمسيح، يعني سنين عمري ولآخر لحظة وأنفاسي للمسيح يعني للمسيح. فرجعنا محيناهم كلهم ورجعت عدتهم كلهم، وأخوة مباركين بيشتغلوا مونتاج قال فداكي، وبنرجع بنعيد. وطبعا هذا مونتاج فيديوهات للكتاب المقدس، كل فيديو بدك تجيب له انت من فيديوهات وموسيقى وإفكتس وتكتب على الشاشة الكلام، بس مونتاج أفلام هاي. عدناهم كلهم، هلأ هالأسبوع فاتوا كمان شالوا لهم شيء 20 فيديو، فهلأ رح سجلهم للمرة الثالثة، بس هالمرة رح سجلهم بطريقة تندموا على الساعة اللي بلغتوا فيها على واحد. اسم الله تبعكم رح احذفه، رح انسفه من الكتاب المقدس لأنه أصلا ما كان موجود، لأنه هذا الإدخال بالعربي أدخلوا الشيوخ الأزهر اللي ساعدوا فان دايك بالكتاب المقدس، حطوا الله ليخلوا إلهنا وإلهكم واحد، وإلهنا وإلهكم لا ممكن ولا ممكن أنه يكون واحد يا عبدة القتال. ما في مسيحي بيعمل هيك، شوفوا لي صفحة لشيخ إسلامي عمل فيها هيك، شوفوا لي صفحة لحدا بيحكي إسلاميات هيك، إلا مرتاحين على وضعهم. بتلاقي المتابعات بالملايين ومئات الآلاف، وواحدهم على المناظر بتشوفها بالطريق بتعرف تقول لها مرحبا، هالطبعات الوسخ اللي على جبينهم والأشكال المقززة والكلام والتحريض وتكفير الآخر وتحقير الآخر، وعاملين حالهم دينهم هو الوحيد وباقي الأديان ما أنا محسوبة أصلا، وكله متروك. هذا ما اسمه كراهية، بيسبوا على المسيح، بيسبوا على الكتاب المقدس، على قديسي الرب، على رسل الرب، ما حدا بيقراها كراهية أبدا، هذا عادي، هذا اسمه عن حرية التعبير. نحنا إذا مجرد نقول إنهم كذابين صار اسمها كراهية، مجرد نقول عاملوا جورج وميشيل مثل ما بدكم أحمد يتعامل بالغرب، عاملوا جورج وميشيل بنفس الطريقة بالشرق الأوسط بيقول لك كراهية. ليه؟ ما أنا عم بطلب مساواة. خلصوا، حاولنا نفتح صفحة بدل اللي راحت، قلنا الصفحة ماجي خزان بالعربي وبالإنجليزي اللي راحت نفتح واحدة غيرها، برجع ببلش من الصفر من أول وجديد، ممنوع. حاولت أنا، حاولوا أشخاص كتار، وحاولت أخت مباركة بكنيسة الرب،
بتجيهم رسالة بيقول لهم هذا الاسم محظور من فيسبوك لأنه الاسم هذا بينتهك معي، أنا اسمي بينتهك معايير الفيسبوك. يعني بتعرفوا كأنه أنا أساس بن لادن أنا وداخل على فيسبوك. شي عصابة، يعني نحكيش كلمة هلا يقوموا يشيلوا هذا اللايف وأنا طالعة على اللايف. فممنوع الاسم. تخيلوا الوساخة وين واصلة. ليه قلت لكم شياطين؟ في امور واصلين لا انا ما بتخيل شو هالفراغ اللي عندهم لك ما يلتهوا بدينهم. تخيلوا راحوا رحنا بدي اشتري انا مثلا دومين نيم باسمي، اذا بدي اعمل ويب سايت انا عاده ما بعمل شيء باسمي، اذا بتلاحظوا كله اف ام سي وورلد اف ام سي وورلد. ف يعني كل شيء بيشتغل بأي مجال، يعني مجال شهرة سواء إيماني سواء فني سواء غيره، بتلاقي عندهم ويب سايت باسمهم. أنا ما عندي، يعني حتى الكهنة بتلاقي فيه الكاهن له ويب سايت، أنا ما عملت باسمي ويب سايت أبدا لأنه كان كل اهتمامي بهالسنين الخمسة إنه يكون تسليط الضوء على اسم المسيح، على تبعيتنا للمسيح، على مخافة الرب، على الوصايا، أكثر من إنه ماجي شو عملت. بس ما توقعت انه اسمي يشكل لهم رعب لهالدرجه يخلون يبطلوا يناموا. فاللي عملوه انه اشتروا اسمي وعرضوه، هلا قاعدين اسمي للبيع، اسم ماجي خزام دومين نيم ماجي خزام دوت كوم حقه 25,000 دولار، هن عارضينه للبيع. يعني انا اليوم اذا بدي استعمل اسمي بدي ادفع لهم، طبعا ما فشروا على رقبتهم، بدي ادفع لهم 25,000 دولار. شوفوا مدى القذاره، شوفوا مدى القذارة والشر. وآخر شيء عندهم الحلم إبليس بالجنة، إنه هالناس كلها اللي ماشيين بطريق إيمانهم بحالهم مفتكرينهم رايحين على النار، وهن هدول الشياطين قال إلهم جنة. المهم خلصنا من كل شيء. فأنا حاليا يعني أعتبر لا فيسبوك لا تيك توك لإنستغرام مقيد ما بيوصل. يعني أنا في عندي على الإنستغرام يمكن كمان شيء 80,000، بيوصل بالكتير يمكن لشيء 500 شخص منهم كلهم، الباقي ممنوع، يعني ما بفتحهم، الصفحة ما بتفتح، هيك هن مقيدين بهالطريقة. تيك توك انمحى كله، موجود صفحة وهمية فيها الرقم اللي لساته 90,000 بس ما في ولا فيديو. يعني اليوم يمكن قلت لهم بس انشروا فيديو باللي صاير للناس تفهم وين اختفيت. فما بخبي عليكم تعبت، وبنفس الوقت اللي كلفني عام 2017 ما قال لي انه خلصتي. انا ماني بني آدم ما لقيت شغلة اعملها قلت يلا تعوا نحكي افتح الكتاب المقدس، ابدا ابدا، ربي يشهد علي. اللي كلفني وحكى معي ورجعني كل اللي صار بالخمس سنين هدول اللي كنت عم بشر فيهم وصاروا، ورجعني شو رح يصير اذا ما هو وقفني. ما في قوة على الارض كلها بتقدر توقفني ابدا، لا سلطة قانون ولا سلطة وسائل تواصل ولا شيء ابدا. هو وحده اللي ممكن إذا سمح لكم فيني وخبرني وقت اللي تكون مشيئته، غير هيك ما فيكم. بلش من الصفر. وأنا بحالة الحزن اللي صابتني على، يعني حتى الصفحة بيجي عابرين، يعني في ناس دا تجي للمسيح، طبعا هن الأسباب كتيرة منها هاي بيضلوا بيحسفوا لأنه بدهم يمنعوا حتى العابرين من خلفية إسلامية اللي عم يجوا لنور المسيح أنهم يوصلوا. فعم بعتولي الإخوة من فريق الأرشيف ربنا يباركهم
في إذا بتعرفوا اسمه نيك، هو رجل أمريكي ما إله أطراف، ما إله إيدين وما إله رجلين، هيك إله مثل رجل صغيرة كتير، بيطلع على المسارح بيخطب بالناس بيعطيهم تفاؤل وكذا محفز. فهذا نيك تفاجأت فيه طالع بلايف على انستغرام وكاتب عليه باي، عنده 1.5 مليون على انستغرام. لما بلش يعطي حياته للمسيح ويصير للتبشير، يعني مو انه حكي بالعموم عن تحفيزي وايجابي، لما صار للمسيح شالوه. Facebook has actually restricted me. Your account is restricted right now. You're restricted from acting as your page. But I can tell you right now, also TikTok suspended Limbless.preacher for lives because we're preaching the gospel. So I'm just letting you all know that unfortunately with Revelations, no conspiracy theory, but Revelation says that there's going to be a world government where we need to depend on them. You'll find me. You'll still see some posts of mine because I have some contractual things that I believe in. But this is my last Instagram live video straight into the camera. Love you. Thank you. Bye. يعني مشان ما حدا يفتكر، لأنه في ناس ممكن شو تقول لك؟ تقول لك تستاهل، مين قال لها تقرب على الإسلام؟ لا لا، القصة مو بس تقريب على الإسلام، القصة بنشر كلمة المسيح بغض النظر قلنا لهم أنهم يهلكون ولا ما قلنا لهم. هو العدو الوحيد للشيطان هو اسم الرب يسوع المسيح، أي اسم تاني تحته للشيطان. فشفته يائس كتير، عامل لايف 45 دقيقة وشبه رح يبكي، ومليون ونص شالوا له ياهن، وهو عم يحكي اللايف اجته رسالة من فيسبوك انه وقفوه عن فيسبوك، وقفوا انستغرام وفيسبوك وطبعا تيك توك. قلت لهم اعملوا لي سيرش شوفوا لي مين كمان شايلين. ما في مبشر مسيحي حقيقي بالعالم، حقيقي، مو هدول اللي مشغلهم الشيطان على اساس مبشرين. انتبهوا، وبصلي ربنا يعطيكم روح تمييز. بدهم يخلوا على السوشيال ميديا مثل ما بأرض الواقع، كل كاهن، عفوا بالكلمة مع احترامي للكهنة للرجال للرب، بس بدهم يخلوا كل كاهن مخصي. مخصي شو يعني؟ يعني فاقد انه يكون رجل للرب الإله، يعني بيقبض مصاري، بيمشي السير، بيحكي بالطبيعة، بالعصافير، بالورد، بيخلوه. كل ما صار حدث إسلامي بيطلع بيهتفلون بيخلوه. كل ما فداك ابي وامي اخذينه شاحطينه معهم من دقنه، هدول هي النماذج المشوهه. او الكهنه اللي بيطلع جاي يبشر المسيحيين بالمسيح، يعني هو ما بيدعي ولا بتلمس ولا بيعمد ولا له علاقه بشيء، العصافير تزقزق، عايش حياته، يخبرنا عن منافع الايقونات ومنافع الزيت ومنافع البخور والقصص هي اللي هي ولا ممكن تخلص بني ادم. هدول هالاشكال بتروكي سوشيال ميديا مثل ما بالحياة على ارض الواقع. تمام، تفاجأت بعدد الناس على وسائل التواصل المبشرين المسيحيين اللي حذفوهم، رح احط لكم اياهم، رح خلي الاخوة يحطوا لكم اياهم. Our videos were getting several hundred thousand and even millions of views, and then suddenly we would upload a video, it would barely even reach 1,000. And you know, considering how many followers we had, you know, we thought something was broken. And when we spoke out about what happened with us. I've had a couple people tell me that I might be shadow banned. For some reason, I do post Christian content, and I've heard that Christians have been shadow banned a lot. 16. I have almost 58,000 followers, and all I can get is 16 people to see my videos. I just got off a live stream where I was preaching the Bible and the gospel, and sure enough, it was banned for community guidelines because talking about Jesus, the rapture, and Israel was just too much for them. TikTok is targeting and censoring Christians. They banned my account today. If you've ever seen my content, you would know that all I do is post encouraging Christian content. I preach the gospel of Jesus to 1.2 million people. It looks like there is an agenda at play here. مخيفة، وكله ما عامل شيء ولا عنده كراهية ولا عنده
يعني مبشر الرب يسوع المسيح بيختلف كتير كتير عن الدعاة المسلمين. هن بيحاولوا يورجوك انه اخي اثنين مثل بعض، خرس الاثنين. لا، ما خرس الاثنين. لا، انا بعمري ما طلعت كفرت حدا، ما قلت كافر عن حدا. ما عنا مفهوم التكفير بالكتاب المقدس. انا وغيري بحياتنا ما طلعنا ارقنا دماء حدا، ولا ابحنا قتل حدا، ولا طالبنا بقتل حدا، ولا عنا شيء نستند عليه بالكتاب لهيك نوع من التحريض. فنحن مو مثلهم. كلمة الحق مو مثل القمع والإرهاب، بس هني بدهم يورجوك انهم مثل بعض. سكتوا الاثنين، المهم يتسكت اي صوت بيحكي باسم المسيح. لما شفت هيك ويأسوا المبشرين، لانه انتبهوا اليوم هلا في مبشرين للرب بيرجع ببلش من الصفر. مبشر الرب ما بيتعب، واذا تعب بيرجع بيوقف من جديد. ليه؟ لانه للرب. يعني بتعرف شو يعني انا خادم الرب؟ يعني انا امري بده يجي من سيدي ان انا، مو من انت لما بتقرر عني ايمت توقف. مفهوم؟ بس انتو صعب عليكم تفهموا. ليه؟ لانه اللي بيشتغل على السوشيال ميديا ليقبض مصاري واعلانات، مجرد راح باب رزقه انتحس ووقف. اللي متكله الرب ما في حدا يقدر يوقفه، خاصة انا سبق وقلت لكم شيء بس ما عم يصدقوه، لسه متعرف على بعض اكتر. ولا ممكن يكون اجا قبلي مثلي، ولا بظن يجي بعدي. ليه؟ أنا مدربة من أنا وطفلة على معنى أنه تتحطم كل أحلامي قدامي. سمح الرب الإله من لما كنت صغيرة أنه الشيطان يحاربني بنفس هالطريقة. كل شيء بحبه يتدمر قدامي. من أنا وطفلي عم بحكيكم على شيء بيخصني لألي لأول مرة. ما ممكن إني أتعلق بشيء إلا والشيطان يستخدم أشخاص ليدمروه قدامي ويمحوه وينصفوه، من ألعاب وصولا لشهادات مدرسية، وصولا لأشخاص، وصولا للي بتتخيلوه، كل شيء بتتخيله. ما ترك لي الشيطان ولا شيء يفرح قلبي ابدا. كل لدرجة وصلت لعمر 20 سنة صرت خاف حب، صرت خاف اتعلق بشيء لانه 100% بده يروح خلص. ما هي هيك هو وهيك حربوا علي. لما بلشت مع الرب فهمت ليش كان يسمح بهيك. هاي القصص بتحرق القلب كتير، مرة على مرة مرة على مرة، بس ربنا سمح فيها. أول شيء ما بده يعني يتعلق ولا بشيء أرضي، لأنه في ناس بيروح قلبه وبيروح عقله مع الأمور اللي بتروح. وأنا مدربة كتير منيح انه يروح كل شيء وضل. هاي واحدة. الشغلة التانية، لحتى لما اوصل لهذا الوضع اللي انا فيه هلا ويهدوا وارجع من الصفر، ويدمروا وارجع من الصفر، في تعب. اي في تعب، في احباط. اي في احباط، ما رح اقعد اعمل مراجل. يعني مين فيكم، او فيكم اللي بيروح عنده بوست اوقات ولا صوره لإله ولا لعيلته بيكتئب شهر؟ اذا حدا بيعمل معه خناقه نقاش على وسائل التواصل بيسب امه بيروح بيكتئب اسبوع. ما بالكم بوحده مثلي. يعني انا العام والخاص هني ما عندهم شيء اصلا، امه محمد غير الشتائم، ما بيصدروا شيء.
غير تبت يد أبي لهب وتب وتنمر على حمالة الحطب، وماشيين هيك جيل بعد جيل يتداولوا نفس التنمر اللي هن بيصلوا فيه. وثابتة ما بيعني لي، لأنه كل مسبة رسمي هي تطويبة لإلي، وهي زادولي فيها مرتبة بالملكوت. هيك منقراهن نحنا. الشغلة الأهم إنه الأخوة بكنيسة الرب في منه الناس ما هديوا ولا ناموا، ما ضل حملة ما عملوها. أنا منشالي صفحاتي كلها. فقت مبارح عم بيقول لي فراس، قال لي شو القصة الفيسبوك برعايتك؟ قلت له ليه برعايتي؟ ما أنا ما أصلا ذكرت رجعت الصفحة. لي لا ما رجعت، بس كنيسة الرب الأخوة كلهم يعني ما خلوا طريقة لشي صور شي حملات، شي فوتوا لعند مارك زوكربيرك يبهدلوه وحطوله، ما تركوا شي ما عملوا بلغات. في الأخوة معنا ربنا يبارك حياتهم عملوا بلغات، يعني عملوا 9 لغات ونشروها باللي عمل. فخجلوني، شلون بدي أتعب؟ يعني أنا إذا قررت أتعب ربنا عاطيني أخوة يقولوا لي ما في. من الصفر. هلا هاي الصفحة احتمال تطير، هاي الصفحة عملناها بديلة. قال عملنا حساب انه مثل المرة الماضية اذا شالوا صفحة بصير يكون في وحدة بديلة، وفعلا هي هاي البديلة فيها شي 100,000، بس مو مطولة لانه كمان بلشين تبليغات عليها وعليها انذارات ومحتمل تطير هلا بعد هذا اللايف كمان. اللي رح يصير رح تندموا ليش بلغتوا عليها وليش شلتوا الصفحة. بتعرفوا ليه؟ لأنه قدي اسمي مضايقكم، اسم ماجي خزان ممنوع على ويكيبيديا وعلى تيك توك هلا وعلى فيسبوك، صح؟ ما رح تلحقوا تقروا. بوعدكم وأنا طلبت من كل ولادي وهلا عم بطلب لايف، كل ولادي وكل شخص كنت سبب بخلاص نفسه، وهن كتار على فكرة، كتار أكتر مما تتخيلوا، أكتر مما أنا بعرفهم بكتير. افتح صفحة حط فيها ماجي خزام وحط الصفة حدي اللي بتلاقيها مناسبة. واللي ما بيعرف يفتح صفحات، إذا شفتوا أخوة فتحوا صفحات باسمي بالمئات ادعموهم. رح ضل كل عمري لآخر لحظة اللي علمته اعمل فيه. انا ما فيني كون ممن يقولون ولا يفعلون. اللي علمت الناس بالمحن وبالشدة يبقوا ثابتين بالرب، اللي قالت لهم مكتوب بالكتاب المقدس قفوا ثبتوا، هذه الحرب ليست لكم بل للرب، قفوا ثبتوا وانظروا خلاص الرب. ما فيني إلا أوقف وأثبت وأنطر. ما فيني اللي قلت لهم منتظروا الرب فيجددون قوة. منتظر الرب كله بيضعف وكله بيقعد وكله بيتعب. منتظر الرب هذا اللي قاعد ناطر الملك، ملك الملوك ورب الأرباب. منتظروا الرب هدول ما ممكن يقعدوا يرتاحوا إلا عند مجيء السيد. بس يجي على السحاب وتشوفوا كل عين ونحن ناطرينه ونقول له تعبنا، اللي على الأرض تعبونا، قتلوا كتار من قديسينك ونحن لاحقيننا. بس الوزنات اللي أخذناها بصلي أنا وأنتو نبقى أمينين علي للمنتهى. فمنتظروا الرب يجددون قوة. شو يعني يجددون؟ يعني كل فترة بيروح القديم وبيطلع جديد.
منكمل الآية بتلاقي مكتوب فيها يجددون قوة يرفعون أجنحة كالنسور. الرب بالكتاب المقدس عطانا تشبيه منتظرين الرب بالنسور. النسر ليه؟ النسر هو الطير يمكن الوحيد اللي بيتم هو بشيل جناحه بينتف ريشه بإيده بمنقاره بينتف ريش أجنحته وبتتجدد الأجنحة بتطلع أقوى، ولا تطلع أقوى لازم يروح القديم. فالشيطان اللي عم يستخدمكم لتفتكروا حالكم إنه كسرتوا ماجي، هو بصريح العبارة أنتوا وسيلة لتكبولي القديم ولبلش بانطلاقة من أول وجديد، انطلاقة أقوى وشي ما رح تتخيلوه. رح تندموا على الساعة اللي قربتوا فيها من أول مرة علي. أنا لا أمة مليون ولا أمة مليار بتقدر لي، لأنه رب الجنود معي. اللي عملت تحديات على العلن وقالت جربوا اطلبوا باسم المسيح، وكانت هالجملة سبب بخلاص مئات الناس. بتتخيل يا مسكين انه ما عندي الثقة الكاملة باسم المسيح، وبعرف تماما كيف كل مرة وانت عم تحضر لي الوقعة هو حاطت وباعت ملايكة تسند وتوقف من اول وجديد. واما منتظرو الرب فيجددون قوة يرفعون اجنحة كالنسور، يركضون ولا يعيون، يمشون ولا يتعبون. وهذا نحن. بشكر ربنا عليكم كلكم، بشكر ربنا على وقفتكم جنبي، بشكر ربنا انه عدو الخير كل شيء عملوه وعددهم كتير كبير اكتر مننا بكتير، بس وكأنهم صفوا سيجارة هيك هن رماد وطار. لا أثر فيكم القصص اللي ألفوها علي ولا الأكاذيب اللي حكوها ضدي. وبشكر ربنا على فكرة على شغلة كتير مهمة ما قدروا يلقطوا علي شيء أبدا، يعني كتر خير ربنا إنه إله هذا الدهر ليس له فيه شيء. لا عندي شيء بخاف منه، ولا عندي شيء بزعل عليه، ولا عندي شيء بخبيه، ولا عندي إيد بتوجعني، ولا عندي خطيئة إذا انفتحت خاف منها، ولا عندي شيء لإلي خاف ينكشف. فهن حاولوا ودوروا ومدولي مؤامرات ومكائد وكلها أباد الرب. مرة تانية بتشكر كل اللي واقفين معي. أنا صعب كتير يكون إلي صفحة على الفيسبوك، كتير صعب لأنه رح يضلوا يحسفوها. بس كل حدا قال لي صفحتي صفحتك، أنا واثقة فيك. حولوا صفحاتكم لإلي، مو ضروري تنطروا شخص ليموت لتقول خلينا نبلش بقى نعرض فيديوهات المبشر بعد ما مات. لا، مو ضروري، مو ضروري، هو عايش. فيكن تكونوا مبشرين. بعرف الكلام اللي بقوله صعب على كتار يقولوه، خلوني عم قوله. انتو كونوا المنصة والمنبر. كنت وما زلت صوت اللي ما إلون صوت بدون ما يكون عندي منبر، ورح ضل باسم الرب يسوع المسيح. وهذا الشهر إذا ربنا راد رح نكمل توزيع جواكيت العيد للأطفال أو المبالغ المادية بدل جواكيت الأطفال لأطفال المملكة بسوريا ولبنان والعراق. ما قدرت أعمل حملة جمع تبرعات، ولكن في تبرعات زادت عن حلقات مريضا فزرتموني عن الناس اللي كانوا عم يطلعوا، وهي كلها رح تروح للأطفال. بالإضافة لعشور الأخوة بكنيسة الرب كمان المباركين، هاي بتسدد
كمان احتياج المملكة السورية اللي وعدتهم وبعتوا فيديوهات ومحتاجين مصاري هلأ بهالفترة لعلاج ولغيرها. حتى لو اضطريت اخذ 10 بحلقة واحدة رح اعملها، بس ما بعرف كيف الطريقة لسه، بس رح اعملها. ما ممكن اوعد حدا واخلف معه ابدا ابدا، لا تتخيلوا ابدا، ولا تحت اي ظرف إن كان. انا لا اؤمن انه الظروف ممكن تسيرنا او في شيء ممكن هو يأثر علينا. شو كمان كنت وعدي هذا الشهر؟ اي وعدت اطفال كنيسة الرب، لانه كنيسة الرب اللي معنا الاخوة عندهم اطفال، فتحنا كنايس للاطفال بالانجليزي وبالعربي، ومعنا اخوة مباركين قادة لهالكنائس. وهالشهر رح نعمل كنا مثل مسابقة للأطفال، الأطفال اللي مبشرين جاهزين للتبشير، عم ندربهم من هلا من هنا وصغار يكونوا مبشرين باسم الرب يسوع المسيح. فكنت وعدتهم طالعهم بحلقة مسابقات وربحهم هدايا وجوائز مادية، فلساتنا مكملين، ما في شيء بيتغير. بس لسا بقلكن ما بعرف وين رح أطلع، بس رح تلاقوني عملت كل شيء عم بوعد فيه. والأهم بأقرب وقت، هو ما أعرف قديش صوتي لسه بيساعدني لحتى سجل الكتاب المقدس. تسجيل الكتاب المقدس بيأكل تقريبا بين السنة والسنتين متواصلين. القصة مو كتاب يعني نحنا، لأنه التسجيل بده طريقة احترافية، ممنوع يكون فيه سعلات. أنا ما بقدم للرب عطايا ناقصة، لازم أقدم للرب عطايا كاملة، وهيك علمت أولادي وأخواتي بكنيسة الرب. اللي عنده صوت جيد بده يكون التسجيل باستوديو، بده يكون الأداء احترافي. بدنا نقدم للرب عطايا كاملة، مو كل ما حدا ما عنده شيء يعمله بيطلع بيعمل حاله للرب، وهو بيكون الصوت مضطرين نتحمله والترنيم مضطرين نتحمله. أنا ما عندي هيك، لأنه الكتاب المقدس بيعلمنا أنه لما كانوا يقدموا عطايا وأضاحي للرب كان يحط شروط. يعني في مثلا الأعرج ما بيتقدم، الكذا ما بيتقدم بالنسبة لأضاحي. فهذا الشيء بيعطينا لقلنا أنه نحن حتى لما بدنا نقدم عطايا للرب بدها تكون كاملة، كاملة كما تليق بملك. مثل لما معقول تسجل اليوم مثلا برومو وتقدمه لرئيس وهو فيه سعلة أو نفس أو شيء، نفس الطريقة بسجل الكتاب المقدس كما يليق بأنه يتقدم لملك. صرت عايدته كتير على فكرة، بس هالمرة رح عايده، رح احذف منه اسم الله، ما بقى تسمعوه ابدا ابدا. واللي بيتابعوني بيعرفوا تماما انه هذا الحذف كان لازم يتم من زمان كتير، من اول ما بلشت تبشير. بس كنت خايفانة يفتكروني طائفة جديدة أو بدعة جديدة طالعة. هلأ كلكم عرفتوا أنا لا عندي طائفة ولا عندي شيء أدعيكم عليه. وحتى كنيسة الرب هي كنيسة بتضم من كل الطوائف، من الكاثوليك والأرثوذكس والأقباط والإنجيليين والبروتستانت، من كله. هي كنيسة للرب، لحتى منتظرين الرب ينتظروا ماسكين إيدين بعد، نحاول نكون على هوا قلبه. هي هي كل القصة، بس ما أنا طائفة أبدا. وكان لازم من الأساس أنه هالخطوة أعملها. هو الإله، هو الرب، ما رح سجل بالاسم اللي هو قال عرفنا عن حاله اللي هو يهوى بالكتاب المقدس، لحتى ما حدا يظن أننا شهود يهوى. ولأنه اسم يهوى أعلى وأقدس بكتير من أنه يكون متداول على ألسنتنا، فرح استبدل كل لفظ لله بالإله. ربنا يقدرني ويقدركم نكون أمينين لوقت مجيئه. ورح أرجع بلش من الصفر. ممكن تلاقوا صفحات مفتوحة فيها 100 شخص، ممكن يكون أنا. لكل الأحوال رح نصلي انه الصفحات اللي رح تفتح، لانه بلشوا على فكرة الشياطين يفتحوا صفحات باسمي مو لإلي. بس انا موجودة معكم اونلاين، ورح نلاقي طريقة نفهمكم فيها بالصفحات اي قلنا واي مو لإلنا. ف
فربنا يكون معكم يبارك حياتكم. بدي صلي سلفا ان ربنا يبارك كل حدا عم بحط ايده معي بخدمتي للرب، وكل حدا داعم باي طريقه ان كانت. و ماجي لا ألفت الكتاب المقدس ولا جابت شي جديد، هي مجرد بنت عشقت الرب كتير وغارت عليه كتير. ما بدي ابكي لانه بخاف يفهموا غلط امام المسيح انه لا حزن ولا ضعف. عشقته بطريقة نصي هون ونصي فوق. وتفاجأت كتير لما حكى معي. الروح القدس أخذني وكلفني، واللي بده يصدق يصدق واللي ما بده يصدق هو حر، آخر همي. والحكي ما قلته من قبل ابدا ابدا، لانه ما بدي لما بلشت يقولوا ها طالعه تعطينا انه هي مكلفه من الرب. بس هلا بعد 5 سنين وبعد ما شفتوا ثمار وعمل الروح القدس فيني، بعد ما شفتوا الالاف عم يجوا للمسيح، بعد ما شفتوا معجزات لناس مرضى عم يشفوا وضالين عم يرجعوا وملحدين عم يرجعوا يامنوا، فصار بتصدقوني إذا قلتلكم كلفني ومكملة مع اللي كلفني لآخر نفس بحياتي. ربنا يستخدمكم مثل ما استخدمني، لحتى وقت اللي بيجي يكون إلنا عين نطلع فيه ونقول له أنت اللي بذلت دمك من أجلنا، حاولنا نكون مستحقين. هو حبنا سلف وبيستحق مننا نرد له لو جزء بسيط من هالحب بكم ساعة من أيام حياتنا بصوتنا، إنه نعلي اسمه مستحق مستحق. روبي بسفر الرؤيا ترنيمة الحمل، هو مستحق ننطره نستناه رغم كل الاضطهاد ورغم كل الشتائم ورغم كل التكسير رغم كل ممكن نتعرض له من خسارات. هو مستحق وهو ما بيتركنا وقت اللي عم يهلك وعن يميننا ويسارنا بأوبئة أو بأمراض وميتات واللي بيكون واقف وبيطب بدون أي سبب بأعمار 20 و30، هو حافظنا ومعنا ومستحق اللي فدانا بدمه من كل قبيلة وأمة وشعب مستحق، اللي ما تركنا أبدا مستحق، اللي لليوم معنا بأعاجيب وبشفاءات وبمعجزات وبتأييد من الروح القدس مستحق، اللي ما بخل علينا ولا بشي وتجسد من أجلنا وعاش كل معاناتنا على الأرض وصولا للصلب مستحق. هاي مو قصص من الكتاب المقدس، هذا واقع عشته أنا وعاشوه كتار. وبصلي لكل مين لسه ما لمس شو يعني الرب يسوع المسيح إنه يلمس قلبك ويدخل عالمك وتعرف الفرح والسلام والحب والغير اللي نحن عايشينه لوقت مجيئه. أنا ماجي خزام تركت كل شيء من أجل اسم الرب يسوع المسيح، ورح ضل تارك كل شيء وتابعته لإله وحده، بشر باسمه وحده. ولا ممكن مهما صار ومهما تغير وسائل التواصل ومهما عملوا تقطيع وقصص وكذب ومهما شالونا، كونوا على ثقة، ولا ممكن يعلى لساني لفظ آخر إلا الرب يسوع المسيح، هو وحده المستحق. ربنا يكون معكم، وبرجع بلكم مرة تانية لا تخافوا علي، أنا ماني ضعيفة، وإذا ضعفت رب الجنود بذاته معي، هو
هو أبي، هو كل عالمي، هو سيدي، هو تاج راسي، هو ملكي، هو مالكي. فأصلاً ما بإيدي الخيار أني أقول تعبت. كملي معكم ومع كنيسة الرب، ربنا يبارك حياتكم، ورح ضل لآخر لحظة بعمري نصحي النايمين وننكش قبور الميتين روحياً والهالكين، واسترد ما يمكن استرداده. اللي كلفني قال لي بدي استرد فيكي كل اللي اندفع ثمنهم دم وسرقهم ابليس. ومن فم اللص بدي استرد كل نفس غالية على قلب الرب، وكل نفس اندفع ثمن دم. سلام المسيح ومحبتي لكم كلكم. انشروه وساعدوني قد ما بتقدروا بالفترة الجاية على قدر الاضطهاد، وعلى قد ما عم يحسفوا اسمي ساعدوني لنكمل تبشير باسم الرب يسوع المسيح. ربنا يكون معكم.